حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي طبخ حيل وتدابير مع منى. بمناسبة النجاح نتاع الوليدات، ربي ينجحهم كثر وكثر، وربي ان شاء الله يوفقهم ويلحقهم للمناصب العليا، طبعا بذراعهم وبعلمهم باش نزيدو بوغ فريمون، باش يكونوا ان بلوس للبلاد هذه. ان شاء الله يكونوا تاع امانه وتاع حنكه كيما نقولوا. انا اليوم حبيت برك ندير واحد لاطارت. انا يعني كنت ندور في السوق، شوفوا الله يبارك، لقيت هذا يتباع. جي توت سويت بونسي اون تارت يعني بهذا الخير هذا. شوفوا الله يبارك خيرات بلادنا، بسم الله ما شاء الله. رايحه نديرو اون باتيسيير، c'est-à-dire une tarte de raisin. يسميوها لا باتيسيير، on appelle ça une pâtissière raisin pistache. فيها لو غو تاع البيستاش، من بعد نتحدثوا عليه. راح بيان سور كي نقولوا اون تارت فيها زوج مراحل. المرحله الاولى اون دو بريباري لا بات، المرحله الثانيه اون دو بريباري لا كريم باتيسيير، ورايحه ندير فيها ان غو بيستاش. نبداو على بركه الله في يعني عرض المكونات. شوفوا انا اليوم ارتأيت قلت خلي ندير بالكيسان، باسكو كاينه ناس ما بتاتخ بيان في الميزان عندها بروبليم. دونك رايحه نحتاج كاس تاع 240 مليلتر نتاع فارينا. شوفوا كاس وكاس الا شويه، فوالا كاس وكاس الا شويه. ها هاو الكاس حتى له. دونك كاس كامل وكاس وشويه هذو فارينا. هذه راح نحتاج الكاس ماشي معمر، هاوليك حتى الحد تاعو، تولهو للحد. كاس ماشي معمر تاع سكر غلاس، نفس الكاس عبرت به. اذا كاس ماشي معمر تاع سكر غلاس. رايحه نحتاج هنايا زوج مغارف تاع نشا او بيان لو فيكول دو مايس. رايحه نحتاج هنا، حبيت ندير لكم هذا لو بوغ هذا اونفا المارغارين هذه تاع فلوريال. راح نحتاج فيها 100، دونك هنا ها هي كيمياء. راح نحتاج 10 20 30، راح نحتاج 130 نتاع زبده تكون بارده. جو دي بيان بارده، لو ميلونج صابلونو يحب الزبده البارده. بيان سور راح نحتاج انف عظمه. رايحه نحتاج 50 غرام بودره، هايليك بودره يعني يستاهلوا الوليدات ياكلوا شويه حاجه مقوطه. البودره اللوز خليتها بالكشور تاعها باسكو راح تجيك ابن، انا نشتيها. وهنا رايحه نحتاج قولي غير كاس نتاع هذا المنتوج نتاعنا، سي تان سوبر كريم نتاع لا سوريز، ما لقيتش تاع لو غيزان. دونك سوبر كريم نتاع لو غيزان، بلوتو لي سوريز، انا ما لقيتش تاع لو غيزان. انت الا لقيتي تاع لو غيزان سا سرا ميو. نفوتوا الان طريقه التحضير. اذا المكونات هم لي قدامك واضحين، بسم الله. النواشف الكل كما تعودنا اون فالي تاميزي، بسم الله. اسكو راهو سي كلير ولا ها؟ دونك الكاس الاول تاع الفارينه كلش بالحساب، يعني ديري هذه المقادير وما تخميش خلاص. اذا كاس وشويه ماشي كامل، كاس وشويه يعني فوق النص شويه نتاع لا فارين. جو لي تاميز اكل. هذا كاس ماشي معمر ثاني نتاع سكر غلاس مع بعضهم كامل. هلا نحي طول لي غلومو
وثاني نخليوهم مهويين كما نقولوا، ما نخليوش الهواء يكون لداخل، نهويوها تكون لاباري تاعنا مهويه. ونكمل هذوك زوج مغارف تاع النشا. اذا من بعد لا درت النواشف هذوك مع بعض، دركا الان بيان سور جو ميلونج عمليك لو لا فارين والفيكول دو مايس والسكر غلاس. واش ندير من بعد؟ هذه كيما فهمتكم نحتاج هايليكسون، نحتاج انايا بون هايليكسون 10 20 30. اوب هنا نحتاج هذه الكميه، نديرها اون دي ونتلاقاو. اذا هاي ليك الزبده هذيك بعد لا قطعتها مربعات، نضيفها لهنا للميلونج تاعي نتاع الفارينه والمايس تسمى النشا والسكر غلاس. اذا هنا واش ندير؟ حتى يولي لو ميلونج صابلونو سيتادير مرمل، لازم نتحصل على خليط مرمل. فوالا شوفوا كيفاش، هذا هو الخليط المرمل. فوالا اذا تولهم مليح معايا سيبوكلي. بون هذا هو ها خليط مرمل. بالنسبه للبنات اللي جدد مساكن حبوا يتعلموا، هذا هو الخليط المرمل ان ميلونج صابلونو، اون لابيل ان ميلونج صابلونو. فوالا واش ندير الان؟ نزيد هذيك 50 غرام تاع بودرة اللوز هاياكي، راح تجينا هايلة هاد لاطارت هاذي والعظمة هاذيك. فوالا ونخلط. شوفوا مليح المقادير راهي كي يعني مضبوطه، رايحه نكون اي بشويه بشويه تكون لي عجينه. هنا جو في فورمي اون بول. اذا واش فيها هذا لو ميلونج هذا كامل؟ فيه كاس يعني زوج كيسان ماشي معمرين، كاس يعني معمر وكاس ماشي معمر نتاع فارينة، كاس ماشي معمر تاع سكر غلاس، وزوج مغارف نتاع نشا، 50 غرام نتاع بودرة اللوز، 130 غرام نتاع زبدة ولا مارغارين وبيضة. شوفوا الله يبارك، شوفوا الله يبارك، شوفوا الله يبارك، يعني لاباط هايله هايله. هذه دركا نديرها في فيلم اليمونتير ساعتين ساعتين في الفريجيدار، نتلاقاو ان شاء الله. ها الله يبارك. ها فوالا
إذن هنا نروح المرحلة الثانية اللي هي تحضير لكريم باتيسيير. وش نحتاج فيها؟ راح نحتاج بيان سور نص إطرة نتاع الحليب، دونك نص إطرة حليب كما رانا نشوفو هاي ليك نص إطرة حليب. رايحة نحتاج 4 صفار بيض، 6 يا ربي ماشي مشكل ما تكسرتش. رايحة نحتاج هنايا كما رانا نشوفو نصف كأس، ميمبا أقل من النص، ولا أقل هاوليك أقل من النصف نتاع فيكول دو مايس، نشا نص كأس أقل من النص شوية يعني ماشي نص. وهنا السكر أقل من نصف، ثاني أقل من نصف يعني نص شوية ناقص هاوليك. وراح نحتاج هنايا 15 غرام تاع زبدة، 15 غرام فقط. وراح نحتاج هنايا لوغو بيستاش، هذه لاباط دو بيستاش عاقدة، منها ملون ومنها سيتون بات. اما بالنسبه لا جولي اللي قلت لكم عليها قبيلت، هذه وش ندير؟ رايحه لازم يكون عندكم، هي يعني خطوه فاكولتاتيف يعني ماشي حتى مديروها بهذا لا دوي. هذه وش ندير؟ رايحه نعمر الحبيبات نتاع العنب، فوالا كيما نقولوها هي كي الحبه. هنايا رايحه نعمرها بالطريقه هذه، شوفوا مليح بيان سور رايحه اللوح اذا هنايا في كسرونه رايحه بيان سور هذاك الحليب تاعي رايحه نرميه هنايا حتى جوسكا لو طون وين يل كومونس افريمير. واش معناتها؟ يعني كي شغل يبدا يغلي، فوالا لازم نسخنو شويه، يبدا يسخن شويه باش من بعد نشوف تسمى من بعد نخدم لا كريم باتيسيير. اذا نخلي الحليب شويه كما رانا نشوفو يسخن شويه ونتلقاو. اذا جو فوات هذا البيض اللي عندي، هاوليك راح نحركو مليح. راح نحركو مليح مع هذاك السكر، فوالا هاوليك ماذا بيك 3 دقائق يعني حركيه مليح، فويتيه مليح بالفويت تاعك. اذا هاي ليك بعد لا الخليط هذاك شويه بياض كمان، فوالا هاي ليك فوالا هاوليك بياض. واش ندير له دركا؟ رايحه نزيد له هذيك النشا، فوالا نحرك بشويه حتى تدخل هذيك النشا. بون اونترتون هاي ليكم بون منال راهي تعمر في هذاك لو تروك، تعمر في العنب باللا جولي هذيك اللي قلت لكم قبلت عليها. دو توت فاصون هذه سيتون يعني فاز فاكولتاتيف، تبغيو تفوتوها يعني حطوا جوست العنب فوق لا طارت من غير ما تعمروه بلا جولي، ماشي يعني لازم تعمروه بلا جولي. فوالا دركا انا راني نخلط في لا كريم تاعي، هاني درت لها النشا
هذيك واش ندير دركا؟ رايحه نفيح الحليب اللي كان سخن فوالا، ونعاود نرجعو. كيما تعرفوا لا كريم باتيسيير عادي جدا. فوالا فوالا نرجعها. لا كريم هذه نروح نخليها فوق النار، يعني نفوتيها بال جوفي فويتي بال بالفوي حتى يعني تعقد، ونحيها على النار ونتلاقاو. اذا بون هذيك هاي ليك القوام اللي تحصلنا عليه، هاي لا بلوتو لا كريم باتيسيير تاعنا. دونك راح نبردها نحطها هنا في سلاديي يكون بارد. فوالا خلاص، يعني ما بقاش المراحل كامل، رانا بخاسك درناهم. لو طون لي نجبدو ثاني لا بات من الفريجيدير اللي كنا خليناها ريحت ساعتين. اذا هاي ليك هاي ليك دونك لا كريم باتيسيير تاعنا. هاي ليك فوالا، واش ندير دركا؟ هذيك الزبده رايحة اللوحة هنايا فوالا، ونخليها تبرد في حقلها فوالا. هاي ليك ذابت هذيك الزبدة في وسط لا كريم تاعنا باتيسيير. واش ندير دركا؟ شوفوا مليح معايا، رايحه ندير لاغوم تاع لو بيستاش. قلنا سي تان ان كولورون اون ميم طون سي اون بات. بسم الله، دوك نشوف اللون اللي نتحصل عليه. فوالا يجينا نقو بيستاش هايل. فوالا même la couleur elle est formidable. Voilà. Ah هي كي كيفاش جاتني لا كريم باتيسيير. واش ندير الان؟ رايحه نغلفها بان فيلم اليمونتير ونخليها يا خواتاتي ساعة كاملة في الفريجيدار. اذا نحطها في الفريجيدار ونتلقاو. اذا هاولي كيفاش غلفتها، دونك لازم لو فيلم اليمونتير يقيس، يعني كيما نقولو او كونتاكت يقيس هذيك لا كريم باتيسيير، تقعد ان شاء الله ساعة كاملة في الفريجيدار. ها هي لاباط بعد لا ارتاحت ساعتين كاملين. هاي ليك هاي لاباط، شوفوا كيفاش يعني شاده روحها مليح باش تعطينا الطوع كيما نقولوا، تخلينا نخدمو مليح. بون لو بلا لي راح نستعملو بيان لو بلا لي راح يروح للفور، هاوليك سي تان كاري. اذا رايحه اللوحه في لو بلا الون او فور. قلنا لو بلا تاعنا هاي لي كيشات، اذا نبلاتيها مليح هنا.
فوالا راح نحي هذاك الزايد. فوالا يعني لاباط راهي هايله هايله. تاخذ الراي وجات يعني ما يهمكمش حتى لكش ما عندكم نقائص ولا كش ما عندكم نقائص تقدروا يعني تركتيفيوهم ما كان حتى مشكل. هلا شوفوا معايا مليح فوالا كشي ما يكون باغ اكزومبل ها هي لاباط كي ابلاتيتها في لو بلات تاعها. بيان سور جو في لا بيكي لازم تبيكيوها ونعطيكم يعني تدبيره وبيان اون استوس كيفاش لازم ديروا لها لاباط باش ما تهبطش من هذو يعني لا بوردور باش ما تهبطش من لي بوردور نتاعها. واش لازم نديروا لها هذه حندخلوها ثاني في الفريجيدار مده 30 دقيقه. لازم تقعد في الفريجيدار 30 دقيقه باش فريمون تحكم روحها قبل ما ندخلها في الفور. نتلاقاو ان شاء الله. اذا ها هي لاباط بعد لارتاحت 30 دقيقه في الفريجيدار درك ان شاء الله نفوتوها للفور باش طيب كيما يطيب الصابلي في الدار. دونك على 170 درجه مئويه نطيبوها ان كارتور لو جوست واش باش تحمر. اذا ها هي لاباط نتاعنا بعد لا طابت فوالا بعد لا كنا طيبناها نخليها دركا تبرد شويه ونطلقها. اذا بعد لا خليتها بردت شويه دركا واش ندير هذيك لا كريم باتيسيير ريحه نحطها بشويه 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 بيان سور فوق لاباط يعني يعني رائحة هايلة هنايا. فوالا وهذو اللي كنت قلت لكم عليهم تحبوا يعني ما تعمروهمش بلا جولي ما كان حتى مشكل ماشي محتمة داكوغ. يعني سي اون فاز برك فاكولتاتيف اللي ما بغاتش تعمرو ولا هنا راهم معمرين كامل اللي ما بغاتش تعمرو سي با لا بان. يعني هما يصلحوا ثاني بلي فرومبواز اللي عندها لي فرومبواز ميم كونجلي سا كونفيان على الكيف. انا خيرت هنا لو غيزان نكملهم يعني نديكوريها ونطلقها. هنا راهي واجده امامنا بعد لا كنت زينتها ديكوريتها بهذوك لي الغيزان اللي عندنا. يعني لاباط كيما راكم تشوفوا فيها
راهي طابت هايله هشيشه تتفتت وحدها. البنه من يعني ما نقولكمش، نتمنى فعلا تجربوها خاطش فعلا تستاهل التجربه. وهنايا تحبوا مام باش يقعدوا لي فروي تاوعكم يعني ملاح وما يفسدوا لكمش، ولا ماذا بكم تحطوا شويه لا جولي من فوق لي فروي تاوعكم باش يقرديو، تسمى لو ديكور تاعهم يقرديو لا فريشور تاعهم. هنا رايحه بيان سور يعني نقسم لكم طرف يعني حتشوفوها تلمو يعني كانت هشيشة بزاف، حتى لي يعني مقدرتش مام با نهزها، يعني هشيشة هايلة لاباط هايلة. تبعوا الوصفة كيما راهي باسكو راهي تجيكم سوا سوا، يعني تجيكم هايلة. فضلت لي شوية نايا من لاباط، درت بيها دوطخ ديكوراسيون اي تو. فوالا كيما راكم تشوفوا. اذا نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع الخضره هذه. ان شاء الله الى ان نتلاقاو في فيديوهات اخرى. ما تنساوش الاشتراك، وما تنساوش تفعيل الجرس واللايكات بزاف. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. الى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.